السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا جماعه؟ اتكلمنا المره اللي فاتت ازاي نعمل هيب انسرشن، وعرفنا ازاي بعمل انسرت جوه الهيب. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن هيب ريموفال، ويبقى بعد ما اخلص الريموفال يبقى انا عرفت الانسرشن والريموفال، هقدر اعمل هيب سورتنج وافهم ازاي بيحصل. الايديا بتاعت الريموفال اللي انا دايما بريموف من الروت. ليه بريموف من الروت؟ الروت دايما بيكون اصغر قيمه عندي لو هي مينيمم هيب، او اكبر قيمه عندي لو هو ماكسيمم هيب. طيب ازاي الاوبريشن دي بتحصل؟ انا ده اللي عندي زي ما احنا فاكرين الاري قبل كده او الهيب قبل كده، كانت الروت بتاعها 3. طيب اما اجي هشيل الثلاثه، هو فعلا هنا شاليه الثلاثه. طيب احط فين بقى مكان الثلاثه؟ انا كده عندي هيب من غير روت. دايما عرفنا بعد ما بعمل اول اوبريشن ان انا بانسرت او بريموف، الداتا ستراكشر بتاعتي اتغيرت ما بقتش هيب، فانا لازم ارجعها تاني كهيب. ففي اوبريشن في النص كده بتحصل بعد ما انسرت او بعد ما ديليت او ريموف، امبليسيتلي كده ضمنيا بتحصل عشان ترجع لي الهيب تاني زي ما هي. ايه بقى العمليه دي بتحصل ازاي؟ انا بجيب دايما، ما ينفعش يكون عندي في الهيب من الكاركترستكس بتاعتها، ما ينفعش يكون عندي مكان فاضي فوق، لازم يكون دايما تحت على اليمين. خلاص يبقى انا هاخد اخر ايليمنت موجود اللي هو ال 20، اخر ايليمنت موجود في الهيب واحطه مكان الروت. دي اول اوبريشن. طيب انا حطيته مكان الروت فعلا، بس انا كده برضو مش هيب، مش مينيمم هيب. انا عندي ال 20 اكبر من التشيلدرن بتوعها، ودي مينيمم هيب، يعني لازم تكون الروت او البيرنت اصغر من تو تشيلدرن بتوعها. فهقارن ال 20 بالاصغر قيمه في التشيلدرن بتوعها. يعني انا مثلا عندي 4 و 6، 4 اصغر ولا 6؟ لا 4 اصغر، فهقارن 20 ب 4. 20 فعلا اكبر، فهسواب زي ما هو عمل فعلا، هسواب ال 4 مكان ال 20. طيب دلوقتي 20 بقت بيرنت ال 21 و 10. اول حاجه اجيب السمولست سمولست تشايلد. طيب سمولست تشايلد هنا هو ال 10، هقارن ال 20 بال 10 زي ما هو هنا عمل. ال 20 وال 10، ال 20 وال 10، لا ال 10 اكبر، ال 20 اكبر فهسواب. طيب عمل هنا سوابنج فعلا، بقت هنا ال 20 هي البيرنت ال 13 و 19، لا لسه برضو ال 20 اكبر منهم. طيب هعمل ايه؟ هجيب اصغر تشايلد اللي هو 13 اقارنه بال 20، فعلا ال 20 اكبر فهسواب. ويبقى انا كده عندي بعد ما عملت سوابنج من ال 3 وال 20، فعلا الداتا ستراكشر اللي قدامي دي حصل فيها ريموفال وبقت رجعت تاني هيب زي ما هي. طبعا عندي الانسرشن والريموفال ده بيكون بيج او اوف لوج ان. لوج ان ده اللي هو الليفلز بتاعت الهيب اللي عندي. يعني لو دي 1 2 3 4، 4 ليفلز، يبقى انا عندي الكومبلكس بتاعتها او البرفورمانس بتاعها بيكون بيج او اوف لوج ان. طيب تمام، خلاص احنا عرفنا ازاي نعمل انسرت، ازاي اعمل ريموف، ازاي بقى اعمل هيب سورتنج. بمنتهى البساطه جدا هعمل ايه؟ اول حاجه هيكون عندي اري، الاري دي هبيلد منها الهيب، وتاني حاجه هفضل اريموف. انا اتفقنا احنا هنا ما شفنا في الريموف وانا بعمل ريموفنج، اللي انا عندي دايما بيكون بريموف من الروت، والروت اصغر قيمه او اكبر قيمه على حسب، هي مينيمم ولا ماكسيمم هيب. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنعرف ازاي بمنتهى البساطه اعمل الهيب سورتنج. شكرا يا جماعه. الكود السورس كود ان شاء الله بتاع الهيب سورتنج الريموفال الانسرشن هتلاقيه تحت في الانفورميشن بتاعت الفيديو، عند دوس كده شو مور تحت الفيديو، وهتلاقي اللينك للكود بتاع الانسرشن وبتاع الريموفال وبتاع الهيب سورتنج. ما تنسوش يا جماعه تشتركوا في القناه بتاعتنا، وشكرا.